إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن رسالة الإسلام رسالة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، تدعو إلى كل أمر جميل، وتنهى عن كل خلق رذيل، تأمر بأداء الحقوق، تأمر بأداء الحقوق، وتنهى عن جميع أوجه العقوق. ومن الآيات التي وردت في ذلك آية سماها العلماء آية الحقوق العشرة، يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبدأ الله سبحانه بأول ما يجب على العبيد، وهو إفراد الله بالتوحيد، ونهى عن الشرك بأنواعه كبيره وصغيره. فعلى العباد أن يعبدوا الله تعالى محبةً وذلًا، رجاءً وخوفًا، ويخلصوا له في جميع العبادات وكل الحالات، لأن إفراد الله تعالى بالعبادة حقه، لأن إفراد الله تعالى بالعبادة حقه الذي هو أعظم الواجبات وأجل القربات. ففي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. ثم أمر سبحانه وتعالى بأداء حقوق الخلق الأهم فالأهم، فقال: وبالوالدين إحسانا. فبدأ بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا يدل على عظم حقهما وعلو شأنهما. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين الشرك بالله وعقوق الوالدين، مما يؤكد خطورته ويعظم حرمته. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. فأحسنوا إليهما عباد الله بالقول والعمل، واجتهدوا بالقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما، وكونوا من أهل البر والإحسان، ولا تكونوا من أهل العقوق والخسران. عباد الله، ثم عطف الله سبحانه بالإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، فقال: وبذي القربى. ثبت في سنن ابن ماجة من قوله صلى الله عليه وسلم:
إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فعلى المؤمن أن يحسن إلى قرابته وأرحامه بالقول والفعل والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم وتتيسر به أمورهم، وتكونون بذلك واصلين وللأجر من الله حائزين. ثم أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الضعفة من الأيتام والمساكين، فقال سبحانه: واليتامى. فأمر أرحم الراحمين، أمر أرحم الراحمين الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتربيتهم، سواء كان اليتيم ذكراً أو أنثى، قريباً أو غير قريب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. ثم نوه تعالى بالوصية بالمحتاجين والفقراء ممن لم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يعولون، فقال: والمساكين. أمر عز وجل بسد خلتهم ودفع فاقتهم ومساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كقائم الليل وصائم النهار. أيها المؤمنون، ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى كل من له صلة بك، سواء بالجوار أو بالصحبة في السفر والحضر، فقال عز وجل: والجار ذي القربى، أي الجار الذي له حق الجوار وحق القرابة، والجار الجنب وهو الجار الذي ليس بقريب. فللجار عليك حق، مسلماً كان أو كافراً، قريباً أو بعيداً، بكف الأذى عنه وتحمل أذاه والإحسان إليه بالأقوال والأفعال. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم وصى بالرفيق في الحضر أو السفر، فقال: والصاحب بالجنب. فعلى الصاحب لصاحبه حق المساعدة والنصح والوفاء والمعاشرة بالمعروف، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ثم أوصى الله عز وجل بالغريب المسافر فقال: وابن السبيل. فحث سبحانه على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة، فيعين العبد محتاجهم ويجبر خاطرهم ويحسن إليهم ويكرمهم بالقول والفعل. ثم ختم الله عز وجل هذه الوصايا بالأمر بالإحسان إلى ضعفاء الحيلة، فقال: وما ملكت أيمانكم. فأمر سبحانه بالقيام بكفايتهم، وأن لا يحملوا ما لا يطيقون، وأن يعاونوا على مهماتهم. إخوة الإيمان، إن الخير كله والشرف جميعه
في التقيد بهذه الوصايا التي أمر بها رب العالمين سبحانه وحث عليها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرص عليها ما دام في العمر بقية والفرص متاحة وآجال الحصاد سانحة. ومن أعرض عن هذه الوصايا فإنه معرض عن الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله. وهذه الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، وكلها أوصاف مذمومة لا يحبها الله تعالى. ولهذا ختم الله سبحانه الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا والدور، وادفع عنا الفتن والشرور. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.